أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله في بداية حلقة جديدة من برنامجكم أكشن مع وليد على MBC أكشن ومنصة شاهد. اليوم رينارد أعاد شيئا من بريق الأخضر اللي غاب عنا في مراحل مهمة كان من الممكن أنها تسهل مهمة التأهل لمونديال 2026 والمشوار فيه، لكن اليوم خطف نقطة ثمينة من أمام منافس شرس على أرضه وسط جمهوره، وعادت لنا الروح والتفاؤل بقتالية اللاعبين اللي شفناها في أرض الملعب. والروح هذه البعض رغم التعادل اللي ممكن يشوفه يقول لك رينارد مانشيني كان يتعادل، رينارد كنا نطمح اليوم للفوز. إيوه صحيح نطمح للفوز، لكن رينارد اليوم بالروح اللي شفناها من اللاعبين بالقتالية والموازين مختلفة أيضا في المواجهات، يعني أنك تخطف فوز أمام منافس على أرضه فرق لما تكون على أرضك أمام منافس أقل. اليوم روح عادت، قتالية كبيرة شاهدناها، والمشوار لازال مستمر وطموح التأهل أمامنا وفي المتناول من المرحلة الأولى بإذن الله. أبو عبد الله محمد الشيخ، يعني النقطة ثمينة هذه تعطينا دافع للمواجهة القادمة أمام اندونيسيا. النقطة ثمينة والإيجابيات اللي خرجت فيها المباراة كلها أعتقد تصب في صالح المرحلة المقبلة. أنت دخلت المباراة وتعاني من متغيرات كثيرة، تعاني من تراجعك في جدول الترتيب، أصبحت الثالث، خارج بنتائج سلبية متراكمة، مغير المدرب بعد سلسلة تقلبات فنية وأيضا إدارية، عانيت ما عانيت من إصابات، يحضر المدرب فقط لثلاثة تدريبات ومن ثم يدخل المباراة. أعتقد كل هذه ظروف كانت سلبية، تنصدم بإصابة سالم الدوسري، بإصابة عبد الله العمري، بإصابة المالكي، بإصابة سلمان الفرج. أبو بدر ناصر الهويدي، يعني برغم كل الإيجابيات اللي شفناها اليوم والروح الإيجابية في الأخضر، هل في من النقاط السلبية أو اللي المفترض رينارد يركز عليها في المشوار الجاي؟ شوف، أكيد أنه في نقاط سلبية، لكن هذه شوف أخطاء الحراس عندنا، يعني بالرغم من أنه أحمد الكسار قدم مباراة كبيرة لكن كاد أن تفقد المباراة بسبب خطأ لا مسؤول، يعني خروجه كان بطريقة ما أعرف ليش خرج، وحتى كان شكل الكرة لا هو اللي راح على الكرة ولا هو اللي راح على اللاعب، وما تعرف يعني أنا أقول لك الخوف من هذه الأخطاء الفردية اللي تحصل في مثل هذه المباريات. أما بشكل عام حقيقة اليوم الإيجابيات أكثر من 90%، وكانوا على الوعد وأعطانا تفاؤل كبير ومؤشر أنه إن شاء الله مباراة أستراليا مسألة مباراة أندونيسيا إن شاء الله أنها مسألة وقت، وسنضيف الثلاث نقاط للمنتخب السعودي. المنتخب السعودي. محمد المنهالي على نقطة الحراسة يسأل عماد السلمي يقول ليش رينارد لم يشرك الصانبي رغم أنه أساسي في الأهلي ومتألم؟ أنا معاه عبد الرحمن الصانبي كأداء جدا أعلى في البناء عبد الرحمن الصانبي في قدمه أفضل. أنت معاه في إشراكه في المباراة هذه؟ أي أنا كنت مع الصانبي، كنت مع الصانبي صراحة، لكن الكسار ما عنده اليوم إلا خطأ الوحيد اللي يتكلم عنه الزميل ناصر الهويدي، ما كان في أخطاء كبيرة جدا، لكن خلينا نقول فكرة رينارد حمته، لو في عدد من الكرات العرضية كان ممكن تحرج أحمد الكسار، عشان كذا أنا أشوف عبد الرحمن الصانبي للمستقبل أفضل من أحمد الكسار. نروح لدي سأل عن حاجة المنتخب لعلي الأسمري في ظل غياب سلمان الفرج، لكن قبل علي الأسمري خلني أسألك عن سلمان الفرج، تأثيره وغيابه عن رينارد في المواجهة الجاية. ايوه بس هو البديل موجود، يعني البديل اللي يلعب نفس الافكار تقريبا مصعب الجوير، ومصعب الجوير يمتلك الامكانيات ويمتلك الرؤيه ومثل ما تفضل الزميل عبد الله فاتح، بس ما حيتاثر يعني رينارد بغياب سلمان؟ لا ما اعتقد انه فنيا، لكن نفسيا ذهنيا كلاعب قائد يمتلك تاريخ اكيد، لكن فنيا داخل ارض الملعب لا لا لا، لانه فيصل وناصر ومصعب يرفعوا لك الرتم، سلمان لاعب استحواذ. يعني اليوم مثلا لو كان موجود سلمان الله يشافيه ويعافيه ويعود باذن الله عز وجل لتقديم المتعه اللي كنا نشاهدها، صدقني راح يتعب اليوم وممكن يصاب اليوم،
لأنه سلمان الآن رتمه مش رتم فيصل، في ناس تقارنه، في ناس ما حدثت يا أخوي علي، في ناس ما حدثت لما يتكلم عن سلمان يحبه، وهذا طبيعي كلنا نحب سلمان، بس يتكلم عن سلمان 2019 2020 2024، إحنا في 2024. طيب إحنا لما ندخل هذا سهل يا أبو يا أستاذ علي، ليش؟ طيب خيسوس ما يعرف، خيسوس ليش يستغني عن سلمان؟ ليه فهد المفرج، مو احنا نقول فهد المفرج شخصيه رائعه اداريا طالب فيه بالمنتخب، ليش فهد المفرج ايضا يوافق على هذا الراي؟ محمد الشلهوب ليش يوافق على هذا الراي؟ فهد بن نافع كل هذا القرن ليش يوافق على هذا؟ لانه رتم سلمان الفرج لا يجاري حاليا كره القدم الحديثه. يعني تخيل اليوم مباراه اندونيسيا نحن راح نلعب رتم عالي، سلمان راح يتعب بشكل كبير فيها، لكن تاريخه امكانياته انا تابعته مع نيوم كنت مستمتع. ليه؟ دوري له رتمه، ممكن يقدر عليه سلمان الفرج، ولكن رتم دوري روشن، رتم دوري ابطال اسيا، رتم مباراه كبيره صعب جدا على سلمان. طيب نقطه علي الاسمري، لاعب ممتاز يطور الفكره بشكل كبير جدا، ما شاء الله يلعب السته ويلعب الثمانيه، مميز في الافتكاك مثل ما تفضل الزميل. انا اشوف علي الاسمري يا رب يتعلم من سلمان زمان، يتعلم من سلمان زمان، هو عنده نفس الافكار كذا، لاعب حريف في الكره في قدمه، يحب الاستحواذ، بس علي الاسمري يتابع سلمان كيف كان، باذن الله عز وجل مستقبل كبير لكره القدم السعوديه. ابو بدر ناصر الهويدي المشاهد كان يتكلم عن انه المنتخب يحتاج لاعب مشاغب، هو موجود علي البليهي لكن هادي الفتره الاخيره. لا هو يقصد مشاغب هجومي، ما يقصد مشاغب. لا ما يقصد مناكف هذاك، مش مشاغب، هو يقصد ما حلو مثل ما تكلم الفذ اخونا عماد اللي يقول لك اللي يتكلم عن الحلول الفرديه، هو يقصد بمصطلح فني هي حلول فردية. عندنا سالم الله يرجع إن شاء الله بالسلامة، وممكن في هذا الموضوع ممكن مروان مع الوقت، مروان حيكون مشاغب كثير ويتحرك كثير ويضغط كثير، ممكن يحصل على فاولات وممكن يحصل على ضربات جزاء، ف هذول الأقرب إلى بعكس صالح الشهري وفراس البريكان. فالحلول الفردية موجودة عند سالم ونراها في اللاعب البطل مروان الصحفي. سمعنا وش قال رينارد في المؤتمر خصوصا في مواجهة استراليا اليوم وبعد تعادل الأخضر مع استراليا. زميلنا أنس بن عجب مراسل البرنامج في الرياض عمل استطلاع ورصد آراء الجمهور السعودي في العاصمة حول هذه المواجهة. تكلم عن تشكيلة، عن عناصر جديدة موجودة الآن في المنتخب وظهري بهذا المستوى، أنا أشوف اللهم لك الحمد في المستقبل إن شاء الله متفائلين خير إن شاء الله في المدرب والعناصر الجديدة اللي شاركها اليوم. المستوى واضح أصلا متطور من المباريات الماضية مع منشيني، كان المستوى لك عليه والحين لا إن شاء الله يعني نتفائل. أنت تلعب على أرض أستراليا، يعني الحمد لله نقطة يعني ثمينة بوجهة نظري. ما استغلوا الركلات اللي كانت تجيهم، الضربات الحرة، الهجمات المرتدة كمان ما استغلوها. كنا الأفضل من المنتخب الأسترالي صراحة. قرار عودة المدرب رينارد كان قرار متأخر، كنا كجماهير نطالب بعودته في آخر مبارتين. اليوم شفنا التنظيم الدفاعي كان أفضل من السابق. لا شفته ممتاز صراحة وأفضل من قبل، جيد جدا خصوصا مع المدرب الجديد. بالعكس أنا أشوفها إيجابية أنه في أرض أستراليا يتعادلوا معهم، لو ما الهدف اللي ألغاه الحكم كان الآن أنا ما نشايفه تسلل الصراحة. المباراة اللي جاية أسهل بغض النظر عن مباراة اليابان، ولكن رينارد مع هذه التشكيلة قادر إن شاء الله يوصل. شيء جيد الأمانة رغم غيابات و يعني أهم اللعيبة ما كانت موجودة، بس الباقي إن شاء الله ما قصروا وقدموا مستوى جيد جدا. في نجوم اليوم، في اليوم عندك سعود ما شاء الله رغم إنه ما يشارك اليوم، سعود بطل، حسان، ياسر الشهراني اليوم، ياسر رجع قبل 3 إلى 4 سنوات، ياسر ما يلعب مع الهلال، هذه هي ياسر الحمدان نجم الشوط الثاني، العالم ينتقدون الحمدان وفي الهلال، لكن شوف الحمدان النجم الشوط الثاني هو بطل الحمدان. هذا الشيء ان شاء الله انه يستمر ان شاء الله للمباريات القادمه، ان اللعيبه ما يكونون بس اثبات وجود، بالاضافه الى ان رينارد يعالج الاخطاء اللي موجوده عندنا. الدفاع كان مره ممتاز، لكن هجوميا بصراحه عندنا مشاكل كبيره، ان شاء الله يحلها وجود سالم وتوظيف اللعيبه بشكل صحيح، فراس وصالح الشهري. اليوم ادى المنتخب مباراه رائعه جدا، كانت تنقصها توفيق من الله سبحانه وتعالى. المنتخب صار يهاجم،
الأمانة استحقنا الفوز اليوم، لكن ما الله كتب، والمنتخب اليوم والله أفضل من قبل كثير. يعني إذا تكاتفوا وتواءموا مع الفريق ترى المدرب إضافة، وهو اللي بيقودنا لكأس العالم. الشيخ، شو رأيك في هالنقطة تحديدا في الحراس؟ هل هي مشكلة تستدعي إنه تدخل وقرار جديد من اتحاد الكرة؟ طبعا هي مشكلة، لا شك مشكلة. يعني احنا حتى العام الماضي محمد العويس وهو الحارس الأساسي للمنتخب السعودي، سيد جيسوس أشرك في آخر مباراة في الدوري حتى يقيد اسمه ضمن المساهمين في تحقيق الدوري، شارك عدد مباريات محدودة في دوري أبطال آسيا، فما بالك باللاعبين اللي مش أساسي أو الحراس اللي مش أساسيين في قائمة المنتخب الوطني أو حتى اللي مش في القائمة. أكيد هي مشكلة كبرى، ولكن أعتقد ما عاد فينا نرجع خطوات للوراء. المقترحات صحيحة، المقترحات صحيحة، ولكن هل من الوارد أن المسيرين للقرار على كرة القدم السعودية أن يذهبوا في هذا الاتجاه؟ لا. هل إحنا نعرف أنه وجود 8+2 في الدوري السعودي ينعكس بطريقة أو بأخرى سلبية على المنتخب الوطني؟ هل هناك رغبة في معالجة هذا؟ وهذا واحدة من ملاحظات سيد رينار. لا. وبالتالي أعتقد كل هذه النصائح أو هذه التوجيهات أو هذه الآراء لن تأخذ حظها من التنفيذ. طيب. أبداً. واضح. ذاهبون إلى دوري يشبه الدوريات العالمية. واضح. نروح لفاصل قصير.